نرحب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من حلم واختراع. كما عودناكم في كل حلقة نتحدث عن الفكرة، كيف تتحول إلى حلم، والواقع والتطبيق ليصبح الحلم على أرض الواقع اختراعا يفيد المجتمعات. في حلقتنا لهذا اليوم نرحب معكم بضيفنا، أهلا بكم. مرحبا، أنا أحمد رافع الخيمي، مخترع سوري، مواليد دبي. عشت أول حياتي أول 9 سنين بالإمارات، بعدين انتقلنا على الشام. بلشت مع الاختراع من لما كنت صغير. أهلي كانوا يجيبوا لي مجموعات ليجو أقعد ركب فيهم، يعني أقعد ركب فكر مثلا أعمل مثلا نموذج لطيارة، نموذج للسيارة، ركب مثلا أحيانا بناية، جسور، أقعد أتسلى فيهم. شوي شوي صار يعني ينمو عندي حس الفضول والاستطلاع، انه انا بدي اشوف مثلا القطار شلون معمول، شو الادوات اللي مركبه منه، اعمل نموذج مصغر مثلا عن قطار، جرب انا ركب قطار مثلا. شوي شوي صرت افكر بالقصص اللي حوالي، انا شو بقدر ساوي، شو بقدر اتعامل مع المعطيات اللي حوالي. مرقت فترة كان في قطع منيح للكهرباء، فخطر لي مشروعين يعني لحل أزمة الكهرباء، منهم المدخنة الذكية والتمديدات المولدة للكهرباء. كمان شفت مثلا بموسم العيد كثير أطفال بيقوصوا مثلا على اللمبات تبع الشارع، فخطر لي فكرة المصباح لا يكسر. كمان كثير احيانا كنت فكر انه لما انسان بده يعمل مشروع نادي حديد بده يستخدم كم من الحديد لحتى يعمل اوزان، فليش نحن لحتى نحط اكثر من طونين ثلاثه حديد، ليش ما نستعيد بدالهم بمي اللي هو تكلفته اقل ويعني استخراج المي اوفر للبيئه. كمان كثير من الاختراعات خطرت لي وسجلتها، وهلأ يعني في إن شاء الله 12 براءة اختراع، 4 منهم اللي مسجلة هلأ والباقي قيد التسجيل. أهلا وسهلا فيك، تفضل. طبعا نحن بحلقتنا بحلم واختراع أنت ضيفنا لليوم، ولح نحكي عن محاولاتك باختراع أشياء أو أجهزة أنت كنت عم تحلم فيها. ربطا بحوارنا رح نتعرف على الفائدة والأهمية من هاي الاختراعات وكيف الحلم والفكرة بدأت عندك. بالبداية احنا اليوم خلينا نحكي عن الشيء اللي انت مخترعه، شو هو؟ هلأ انا عندي 12 اختراع، 4 منهم مسجلين. من الاختراعات المدخنة الذكية، تمام، هي مدخنة بتستخدم انه نحن مشغلين صوبية المازوت، نعم. تمام، مثلا بنهار الشتاء بنشغلها 5 ساعات، 4 ساعات، 3 ساعات، حسب يعني قديش بنقعد بالبيت. تمام. فنحن وعم نشغلها عم يطلع على دخان ونار وضغط قوي، تمام، هذا الضغط كثير احيانا العالم بيهدروه، يعني قليل ما حدا يستخدمه هذا الضغط، بيهدروه وبيروح بالمدخنة. فنحن هلا هون شو؟ حطينا عنفات على ارتفاع المدخنة بحيث انه شغال الصوبية العنفات عم تدور عم تولد كهرباء. فإذا اشتغلت المدفأة لمدة 6 ساعات أو 5 ساعات بالنهار، هذا كفيل إنه يصير عنا طاقة كهربائية بتكفي إنه نشغل مصباح لمبة توفير لمدة 6 ساعات بالنهار. العنفات رافع هي بتنحط داخل الأنبوب بمسافة معينة، يعني من بدايتها لنهايتها، ولا في مقياس محدد كمسافة يعني بالمتر أو بالسنتي؟ من بدايتها لنهايتها، وفي فرق عشان ما يصير ارتياب بين العنفات، 30 سنتي بين الشفرة والشفرة. يعني كم شفرة؟ حسب ارتفاع البيت، يعني في طابق أرضي في طابق خامس حسب البيت. فمثلا إذا كان طابق أرضي فهذا بيولد كهرباء أكثر، ليش؟ لأنه في ارتفاع وفي عنفات أكثر ممكن نحطه. إذا نحن بنرجع بنحكي بموضوع المسافة بين العنفة والعنفة، قلت 30 سنتيمتر، ونحن بنعرف كل حاجة هي بتكون سبب الاختراع، إنما نحكي أكثر عن سبب الحاجة لاختراعك. تمام، هلأ نحن بواقعنا كواقع سوري عنا مثلا قطع كهرباء، مثلا حسب القرنة في أراني بتقطع فيها الكهرباء 6 ساعات، أراني بتقطع فيها الكهرباء 2 ساعات، فعالم أحيانا تنقطع الكهرباء بالليل وما عندهم يعني كهرباء ممكن يضووا فيها. طبعا
طبعا ما عندهم مولدات، ما عندهم مولدات، فممكن يعني نشغل مولدة، ممكن نشغل ليدات، ممكن نشغل مصباح توفير. فمثلا اذا انسان بده يدرس صار عنده مصباح توفير لمده 6 ساعات فهو قاعد ومبسوط، ما يعني ما ورا شيء صار. اذا المدخنه الذكيه ساهمت بشكل حقيقي بتوليد الكهرباء بطريقه مجانيه في المنزل. تماما. هلا مثلا المدخنه الذكيه، التمديدات المولده للكهرباء، هدول كلهم يعني بدون اي كلفه، يعني الانسان بحياته الطبيعيه هو عم يشغل مدفأة، عم يفتح الحنفيه مشان يغسل ايده، يتحمم الى اخره. يعني مثلا التمديدات المولده للكهرباء من خلال استحمام الشخص، مثلا فات لمده 3 ساعه فاتح المي في جريان ماء، من خلال هي الـ3 ساعات نحن بنولد كهرباء يعني كفيله بانه تشغل لمبه توفير لمده 2 ساعة. فهذا شيء ممتاز، يعني نحن عمليا هي طاقه عم نهدرها اللي هي جريان المي، مثلا الدخان اللي طالع من المدخنه، هدول كلهم طاقات مهدوره نحن استغليناهم هون دون اي تكلفه بالنسبه للانسان العادي. طيب لما انت بدات بتنفيذ الفكره بالبدايه اكيد كل حالم وعم ينفذ حلمه او عم يحقق حلمه لحتى يطبق على ارض الواقع بيواجهوا مجموعه من الصعوبات، شو هي الصعوبات اللي واجهتك؟ واذا كان فعلا في صعوبات كيف انت تجاوزتها؟ هو اكيد كل شيء يعني فيه صعوبات اول ما ببلش فيه. كان في صعوبه كبيره اللي هي قوانين الفيزياء، انه شلون يعني القدر الطاقه اللي بده يتولد عنا شلون بدنا نحسبه. مثلا كان في نسبه الارتياب بين العنفه والعنفه كنت ماني حاسبها، كنت افكر انه اذا بحط اكبر عدد للعنفات فهذا شيء افضل، بس بعدين استكشفت انه كل ما بقرب العنفات من بعض كل ما عم تنهدر الطاقه اللي عم تطلع من المدخنه او اللي عم تنزل بالانبوب. فطلع احسن حد بين العنفات انه يكون في 30 سم فرق بين كل عنفه وعنفه، مشان ما يصير اول شيء ارتياب بجريان الهواء وما يصير ارتياب بجريان المي. اذا صار ارتياب وقتها بيصير عنفه عم تدور وعنفه ما عم تدور، فبيفرق كل يعني الضغط بيكون متساوي بين العنفات. يعني المردود على كم مسافه، كم متر فينا نقول لحتى يكون كافي لاناره البيت؟ تمام. هلا يعني نحن كبيوت سكنيه بشقق سكنيه قاعدين بنايات، فيعني عندنا فرق بين مثلا طابق الارضي وطابق ثاني والثالث والرابع والخامس الى اخره. فكل ما كان مثلا بالنسبه للمدخنه كل ما كان الارتفاع، يعني كل ما كان البيت تحت اكثر كل ما هذا بالنسبة لنا أحسن، بس لحد معين يعني أكثر من 20 متر الدخان الصاعد بيفقد طاقته، ما بيقدر يحرك عنفة بيصير، لأنه الضغط خلص استنفذ بكل العنفات. أما بالنسبة للأنبوب المولد للكهرباء، تمديدات المولدة للكهرباء، فيعني كل ما كان البيت مرتفع أكثر كل ما كان أحسن، لأنه في بعد بين الخزان والحنفية ففينا نحط شفرات اكثر والضغط بيكون اقوى، كل ما ارتفع الخزان بيكون الضغط اقوى عند الحنفيه. اذا المدخنه الذكيه برايك ممكن تستخدم لبناء طابقه متكامله ام هي فقط مصممه لبناء فرده؟ لا، هي ممكن تستخدم يعني في احيانا بيكون تمديدات الدخان بقلب البناء مجموعه لكل الطوابق سوا، فنفسه يعني تصريف الدخان نفسه من طابق الارضي للاخير مع تصريفات، يعني مشان بس انه ما ينزل شحار لتحت. فاذا هدول التصريفات كلهم نحن استخدمناهم حطينا فيهم المدخنه الذكيه، يعني صار عندنا البناء كله مين ما شغل صوبيا فالعنفات عم تتحرك وعم تتولد الكهرباء، وكل ما اشخاص اكثر استخدموا مداخن اكثر كل ما بالنسبه لنا دارت العنفات اسرع وبالتالي طلع عندنا طاقه كهربائيه اكثر. بدي ارجع اسالك رافع، هي الفكره فعلا حلوه بس حابب انا اعرف انه كيف خطر على بالك تعمل هيك شيء؟ من وين بدايه الفكره بلشت؟ تمام. هلا اول شيء كنت راكب ميكروباص فشفت انه يعني عم يعبيه مازوت، وانا بالنسبه لي بعرف ماده المازوت يعني كثير بنتعامل معها انه بنعبيها للصوبيا نستخدمها يعني، فقلت لحالي معناتها في طاقه كثير قويه انه عم تحرك ميكرو وحمولته مثلا 2 طن 2.5 طن وعم يمشي، معناتها نحن الطاقه نفسها يعني نحن مثلا استهلكنا بدون مازوت بـ5 ساعات بقلب الصوبيا، معناتها هي الطاقه كفيله بانه تحرك مثلا طن ونص مثلا من طبعا الطاقه الناتجه عن احتراق الماده العضويه اللي هي المازوت. تمام.
فهي الطاقه يعني عم تولد ضغط هائل، وهذا الضغط الهائل نحن يعني مفكرين انه بس للتدفئه، بس هو عمليا عم يعطي تدفئه وضغط وكذا شغله. اذا المدخنه الذكيه نحن مثل ما اعطيتنا فكره رافع انه هي بتساهم بتوليد تيار متولد. الملحقات، في ملحقات لهذا الاختراع؟ هلا المدخنه الذكيه هي عباره اول شيء عن هي المجسم، هذا مجسم بس انه الانبوب وهي الشفرات وهي الوشائع اللي هون، هي اللي لما تدور العنفه محمله بمغناطيس بيولد كهرباء. تمام. هلا هدول الوشائع كلها بتنوصل بسلك واحد لشاحن بطاريه، بتنشحن البطاريه عن طريق الانفرتر بتشغل المصباح. اذا بيكونوا موصولين بانفرتر بيحول الكهرباء من كهرباء بطاريه لكهرباء 220 كهرباء منزل تيار متناوب. طبعا هاي مجسم، ولكن خلينا نحكي عن التصميم الحقيقي. تمام. هلا مبدئيا نحن عم نتعامل مع حراره، تمام، فالمدخنه فيها حراره، فلازم نتعامل مع الومنيوم، مع مواد معدنيه، مع مواد غير قابله للذوبان، يعني ما تكون مثلا بلاستيك، ما تكون مواد قابله للذوبان، يعني انه مقاومه للحراره بالدرجه الاولى. تماما، مقاومه للحراره، خصوصي انه نحن عندنا احيانا بالمداخل بتصل الحراره ل 600 مئويه، ف 600 مئويه كفيله بانه تذوب جميع انواع البلاستيك. في شيء معدن محدد من خلال دراستك واطلاعك لحتى يستخدم بهذا الاختراع؟ تمام. هلا في عندنا معدن القصدير ومعدن الالومنيوم، هدول يعني معادن خفيفه بتساعدنا انه تكون شفره خفيفه و فعالة، لأنه كل ما كانت الشفرة أثقل كل ما نحن صار الدوران عنا أبطأ، كل ما صار في احتكاك وقوى يعني عم تقاوم الدوران أكثر. طبعا أنا حابب برافع نرجع نفرج المشاهدين المجسم طبعا، وهذا المجسم هل هو التصميم النهائي؟ هلا التصميم النهائي لا، يعني التصميم النهائي بدي أعمله مجسم حقيقي وشغال، ويعني قيد التنفيذ يكون، اما هذا يعني مصغر بس انه نموذج يوضح شو هو الفكره. لحتى توضح الفكره اكثر، يعني اذا المدخنه الذكيه هي عباره عن اختراع يولد الطاقه نتيجه جريان الماده الغازيه او الدخان في المداخن، لاي مدى فينا نحن نعتبر انه له علاقه بمنهاج الفيزياء، كونك ذكرت انه اعتمدت على مجموعه من القوانين الفيزيائيه، كان لك اطلاع على المنهاج ولا كمان لجأت لوسائل تانية أو مراجع أخرى؟ يعني عموماً ككهرباء ما كتير استفدت، لأنه كتير اختصاصية الكهرباء هون، يعني أنا اضطريت أني أسأل دكاترة بجامعة دمشق بكلية الكهرباء يعني لحتى يساعدوني أنه أعرف كمية الطاقة اللي حتطلع معي، يعني هاي دراستها أصعب من أنه الدراسة اللي أخذناها تبع المدرسية، بس استفدت كتير مثلاً أنه أعرف طاقة الاحتكاك، أعرف المواد اللي لازم استخدمها، المقدور الناتج عندي مثلاً ارتفاع الطوابق، كل هالحكي يعني أعرف الارتياب، كل هدول. مين ساعدك أكثر الشيء ومن وين أخذت الدعم العلمي والمساعدة العلمية أكثر الشيء؟ هلا الدعم العلمي اكثر شيء، اكثر انسان ساعدني على الاختراع هو استاذ عصام حمدي، مخترع سوري كبير يعني مشهور، كمان والدتي مهندسه كهرباء ومعلوماتيه بعدين تخصصت، فكتير كثير ساعدوني، وكمان استاذ وسيم الهبل مدير شركه ابل، يعني كنت كل ما يكون عندي سؤال ميكانيكي كهربائي اساله، وهو يعني احيانا مثلا ما بيكون عنده جواب دغري، بيبحث بيدور لي عليه وبيعطيني الجواب. يعني اكثر انسان يعني حسني، كنت انا كثير انه بدي سجل البراءه لا ما بدي سجلها ومرتاب من هالقصص، فاستاذ عصام حمدي يعني ما شاء الله حوله كثير ساعدنا، يعني دفعك وشجعك. تمام. وكمان كان يعني احيانا تخطر لي فكره لاقيها انه شوي سخيفه، فاقول لحالي انه خلص هي يعني ما ممكن تكون اختراع، فاسال استاذ عصام بالعكس يعني بشجعني وبيقول لي بالعكس هي اختراعه كثير ممتازه، يعني بكون انه شغلات عم بستبعدها بالعكس بيقول لي انه بالعكس ممتازه. يمكن هاي من الصعوبات اللي بيواجهها كل حالم وكل مخترع، انه في انتقادات بيواجهوها للمخترع، ممكن هذا الشيء احيانا يخلي المخترع يتباطأ بعمله او بتاثر هاي الانتقادات على معنوياته. اكيد. هلا مثلا كثير احيانا افكار بتكون كثير مستبعده بالنسبه للانسان، يعني بيقول هي ما حد سجلها كبراءه اختراع، ما حسجلها. تمام. بلاقي شخص ثاني سوق لها مضبوط، سجلها كبراءه اختراع، بروزها، ظبطها، رتبها اكثر،
وسجلها كبراءة اختراع ولقاها انه شغالة وعليها اقبال مثلا بالانتاج والصناعة والتجارة، لقاها كثير شغالة تمام، فبيتحسر على حاله بيقول انه يا ريتني سجلتها. فقد ما كانت الفكرة بسيطة واحيانا ممكن تكون سخيفة، الواحد دائما يعتبرها انه اختراع، انه هي مو موجودة انا اخترعتها. ذكرت لي كمان انه في عندك مجموعة اخرى من الاختراعات، حابب تفرجينا شيء منها؟ هلا انا جايب نموذج عن مصباح ضد الكسر، هذا نموذج مصغر يعني بروتوتايب مو أكثر. يعني إعادة المواد المستعملة، نحن عم نصنع منها المصباح مادة شفافة ولينة. تمام. هلا عموما أنا كنت يعني بموسم العيد شوف الأطفال كلهم معهم فرودة خرز بيقصوا الأضواء وهالقصص، فطلعت إنه ليش أنا لحتى أعمل مصباح ما بينكسر، يعني مين ما إجا حاول يكسره ما بينكسر تمام. فقلت لحالي بدي اعمل معدن يكون شفاف عشان ما ينكسر، يكون ضد الكسر. فبحثت كثير عن هالماده، لقيتها موجوده هلا بيعملوا منها كفرات للايفون موبايلات السامسونج تمام، فلقيتها موجوده هي كماده، فانا اخذتها استخدمتها انه تكون هي غلاف للمصباح. هلا هذا نموذج مصغر مو نفس الماده، بس عموما يعني طبعا لايضاح الفكره، لإيضاح الفكرة. فمثلاً هي هون تنكبس تنضغط كل شيء تمام، بس ما انكسر، يعني حتى لو وقع المصباح مثلاً ما انكسر. كيف سجلت اختراعك بجمعيات حماية الملكية؟ شو الإجراءات اللي اتبعتها؟ أول شيء بتنكتب استمارة بالاختراع، شرح عن تفاصيله ومكوناته، شو الادعاءات المطلوب حمايتها، شو الأفكار اللي طلعت فيها إنه ما حدا قبلي مساويها، بسجلهم كلهم على ورقة وبتترجم وبروح عند دائرة حماية المستهلك بقدم لهم إياها، بيعطوني وصل مثلا ممكن إنه تصدر خلال سنة سنتين لحتى تتم دراستها من قبل جهات يعني مختصة، يشوفوا إنه هل هذا حقا اختراع لما يعني مجرد ادعاءات يعني ممكن تكون مو عملية. شاركت بمسابقات بهذا المجال، مجال الإبداع والاختراعات، نحكي عن هاي المسابقات، وكمان أنا شايف جايب معك مجموعة من الشهادات، نحكي أكثر عن هاي الشهادات والمشاركات. هلا شاركت أول شيء مسابقة الإبداع والاختراع الوطنية سنة قبل الماضية اللي هي قدمت فيها أول أربع اختراعات اللي كانوا، كان في عدد كثير من المشاركين فيها هاي المسابقة، يمكن تسجل فيها أكثر من 1000 براءة اختراع هاي المسابقة لحالها تمام. ومن الشهادات هي شهادة مشاركة بموسم FLL 2010-2011، كمان شاركت مسابقات الروبوتك العالمية، كمان شاركت بالـ WRO أولمبياد الروبوتك العالمي. هاي المشاركة كانت عبارة عن مهمة لروبوت، إنه بدنا نعمل روبوت بيحمل بيضة، هاي البيضة يعني تمثيلاً عن إنه الشخص، فإذا ضررت البيضة بيكون ضرر الشخص. هاي الروبوت بيحمل البيضة بده يطلع على درج وينزل تمام، كل فريق بيعمل روبوت بيطلع على بيضة خلال زمن معين، معيار السلامة وكل شيء عليه بياخد نقاط. فزنا وقتها كنادي إنوفيتورز بالجائزة الثانية والثالثة بهي السنة. طبعاً هاي كانت على مستوى سوريا، عندك طموح أنك تشارك على المستوى العالمي؟ إن شاء الله يعني لقدام، هلأ في رد مسابقات WRO بدي درب فيهم إن شاء الله يا رب يعني على هاي. وقتها دربت بموسم الـ FLL، كنت أصغر مدرب موجود بين الكادر، يعني كان في وقتها 45 مدرب، المدربين كانوا إنه كلهم جامعة سنة أولى جامعة سنة تانية، أنا كنت صف تاسع وقتها كان عمري 15 سنة. دربت فريق والحمد لله يعني كانت نتائجه أكثر من جيدة وقتها دربت بالـ FLL. هي لما كنت صغير شاركت بحملة احذر، وقتها كان في مسابقة كتابة قصة قصيرة عن انه ضرر المخدرات والابتعاد عن المخدرات، وقتها فزت بالمستوى الثاني. رافع، وين بتشوف اختراعاتك بالمستقبل؟ هلا مثلا المصباح لا يكسر ممكن يستخدم بالمنشآت العسكرية، ممكن يستخدم بالإنارة العامة، يعني هو كمصباح لما حسبنا جودته الاقتصادية يعني المصباح الواحد ما بيكلف أكثر من دولار واحد، يعني عموما يعني أرخص من غيره.
يعني بمعنى انه باستطاعه الجميع انه يقتني هذا الاختراع. طبعا، وممكن يعني يتواجد بالبيوت، بس مبدئيا كاول طلعته ممكن يكون بالمنشآت العسكريه، بالاراني اللي ممكن انه يستهدفوا انه يكسروا فيها المصباح، اما الاراني العاديه. وبالنسبه لاختراع المدخنه الذكيه وين بتشوفه؟ المدخنه الذكيه ممكن تكون موجوده يعني بالاماكن مثلا مخابز، مطاعم، الاماكن اللي فيها استهلاك للنار عالي، يعني كل قرنه في مثلا نار شغاله لمده طويله، فبنستخدم الضغط والدخان اللي طالع عشان نولد فيها حراره. طموحك بالمستقبل رافع؟ هلا انا يعني طموحي اني اكون مهندس ميجاترونكس على مستوى عالي، بتمنى انه افوت على كليه الميجاترونكس، بس بعد فحوصات البكالوريا يمكن. ان شاء الله بتحقق طموحاتك رافع. عندك رسالة للمعنيين بتحب توجهها بتتعلق باختراعاتك لحتى كمان نشوف اختراعاتك مطبقة على أرض الواقع؟ هلأ عموما كل الاختراعات ممكن تكون يعني أفكار تجارية بتتسوق وبتنباع، ويعني ذات جدوى اقتصادية، يعني عدد هائل من البلدان عندهم الاختراعات عم تدر أرباح بتقوي الاقتصاد الوطني. يعني مثلا كثير من الاختراعات بأمريكا عم ترفع الاقتصاد بس إنه استثمروها، أما عنا عدد هائل موجود من الاختراعات والمخترعين بس الاستثمار كثير قليل للأفكار، لأنه يعني ما حدا عم يهتم بالاختراعات كاختراع إنه أنا ممكن سوق له ممكن بيعه، فصار في كثير شركات خارج الوطن بتشوف المخترعين العرب والسوريين مثلا بتقول له انا ممكن استثمر اختراعك هذا بقدر من المال مثلا وبعطيك عليه نسبه. تمام، فاذا نحن نفس الشيء، يعني نحن احق انه نستثمر اختراعاتنا بايدنا ونصنعهم يعني لاهل بلدنا كمان. رساله بتوجهها للحالمين رافع، يلي كمان الناس اللي عندهم صوره بسيطه وممكن انه هن يستخفوا بهاي الفكره او بهاي الصوره اللي هي ممكن فعلا انه تتطور لاختراع حقيقي. نصيحتي لكل الاشخاص اللي عندهم فكره بسيطه واحيانا بيستخفوا فيها، يعني الفكرة قد ما كانت بسيطة قد ما كانت بلاقيها الإنسان سخيفة، هي ممكن تكون يعني اختراع رائع يغير مسرح حياة البشرية. يعني مثلا أحد الاختراعات اللي صاحبه كان كثير عم يستخف فيه اللي هي ماكينة الخياطة، هي نفسها الإبرة اللي نحن منخيط فيها، الثقب وين؟ بآخرية الإبرة، هو بس كمش الثقب حطه بأولية الإبرة اخترع ماكينة الخياطة. يعني قديش ممكن تكون هي فكرة سخيفة، ويعني كل العالم تطلع إنه شو هالسخافة، بس عمليا هو غير يعني مصر صناعة النسيج بالعالم كله. يعني صار كل إنسان بده يخيط كنزة بس بيطلع إنه هذا الإنسان اللي استخف بفكرة إنه غير الثقب بالإبرة هو غير لنا حياتنا كلها. هلأ صار أي إنسان ممكن يخيط كنزة بنطلون بوقت أقصر مليون مرة إذا خيطه بإيده. يعني مو لازم نستخف بأي فكرة مهما كانت، لازم دائما البحث والبحث، كل فكرة لازم نبحث أكثر مثل ما وحيت لي وعرفت من جوابك لحتى تكون اختراع حقيقي مثل ما ذكرنا يخدم المجتمع. أنا بتشكرك كثير رافع الخيمي، بتمنى لك التوفيق بعملك وإن شاء الله منشوفك بالجامعة بالفرع اللي أنت عم تطمح أنك تدرسه. شكرا كثير، كنت ضيفنا لليوم بحلقتنا من حلم واختراع، شكرا لإلك. طبعاً بالنهاية تذكروا مشاهدينا الفكرة دائماً هي عبارة عن انعكاس للحلم، والحلم لا يتحقق إلا بالعمل وبالحث وراء النجاح ليكون نجاح حقيقي. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة بحلقتنا لهذا اليوم من حلم واختراع، ونلتقي معكم في حلقة جديدة مع حلم جديد واختراع جديد. دمتم بخير.